سيادة اللواء إبراهيم مجاهد رئيس نادي المنصورة، عايزين نسأله عن الأزمة والواقعة اللي حصلت النهارده. كابتن إبراهيم ازيك؟ ازيك يا كابتن وائل؟ ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا فندم؟ هارد لك على المباراة النهارده طبعا. خير الحمد لله. طيب يعني من المرات القليلة اللي نشوف انفعال شديد جدا كده من اللواء إبراهيم مجاهد ونزول للملعب يعني مش شفنا اللقطة ما عجبتنيش وما عجبتش ناس كتير جدا النهارده، تعليقك ايه على اللقطة دي؟ والله العظيم ولا عجباني انا كمان. مش يعني بص يا كابتن، يعني الحكم من اول دقيقه في المباراه بيكيل بمكيالين، ولنا ضربه جزاء صحيحه ما حسبهاش، ومع ذلك ما وصلش بينا الاعتراض ان حد يقوم يقف له ولا يقول له انت عملت ولا سويت ولا كلام من ده. تمام. انما لما اللعيب بيلعب لعبه من فرقه ونفس اللعبه يجي يلعبها لعيب تاني يحسبها فاول عليه وانذار، يعني تبقى حاجه جديده قوي. الحكايه دي اتكررت في المباراه، لو حضرتك بتتفرج عليها او شفتها اتكررت في المباراه اكتر من 7 أو 8 مرات. نفس اللعبه بالظبط، ويشاء ربنا سبحانه وتعالى ان ما فيش ما يمرش دقايق الا وتتكرر مع اختلاف الفرقه. لدرجه ان ادانا 7 انذارات وطرد. وتخيل بقى فرقه المنصوره دي فرقه كلها شباب صغير، لعبت 16 مباراه كسبت 15 وتعادلت في مباراه. تمام. وما حدش فيها على لا اعترض على حاجه ولا اتكلم على حاجه ولا اي حاجه من دي. انا نزلت قلت له كلمتين. قلت له يا كابتن اتق الله. يا كابتن في حساب عند ربنا. يا كابتن مع احترامي ليك انت بتكيل بمكيالين وكده غلط، ومش ما يرضيش ربنا الكلام ده. لا ده لما نزلت له الملعب. لما نزلت له الملعب قلت له كده، قلت له بس في لقطه بتكيل. في لقطه كده ست اللواء يعني حضرتك يعني مش عارف مديت ايدك عليه او بتحط ايدك على لا 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 لا, لا, لا نهائي يا كابتن. نهائي. يعني حتى اليوم السابع اللي ضخمت الموضوع ومنزلاه، حتى الفيديو اللي منزلاه ما فيهوش اي حاجه. والواحد بيحزن ان يبقى فيه مراسل بيجامل حد على حساب حد او يكذب او يعني ما فيهاش امانه. ما فيهاش لا أمانة. ده مش فيديو، ده تصوير التلفزيون يا ست اللواء، ده تصوير التلفزيون. ماشي يا بيه، انا بتكلم على التلفزيون. التلفزيون ما فيهوش حاجه نهائي بتقول ان انا مديت ايدي عليه ولا كلام من ده. انا كل اللي حصل الكلام اللي انا بقوله ده بالظبط، ولو سألته هو كمان ممكن يقول كده، انما الله اعلم بقى هو بيقول في اليوم السابع ان انا اعتديت عليه او كده. لكن والله العظيم انا ما اعتديت عليه. ما هو برضه في حاجه غريبه، يعني اللقطه اللي قدامنا بتقول ان حضرتك نزلت الملعب وكده، دي حاجه، انما برضه ما طردكش، يعني هو ما ادكش طرد. لو كان في اعتداء يعني الله ينور عليك، يعني لو معرفش، بس هي اللقطه شكلها اعتداء، يعني هي اللقطه شكلها اعتداء. لا لو هو لو كان فيها اعتداء كان يعني اقل شيء كان اعترض عليا او طردني فوق او اي حاجه. انما هو عارف ان انا لا اعتديت ولا اتكلمت، ولا انا اتكلمت بنفس النص اللي انا بقوله لحضرتك ده. كمان نرفزت حضرتك جايه من حته ان انت يعني برضو ماتش المحله اللي جاي وماتش مهم ومصيري وماتش قوي مع فريق غزل المحله، في لعيبه عندك مش هتلعب المباراه دي، ده جاي برضو النرفزه منها، ولا هو من نرفزه عشان ماتش النهارده بس؟ لا من الاثنين يا كابتن. هو اعطينا انا انذارات، بقول لحضرتك انا اللعيب اللي عندي يلعب نفس اللعبه اللي لعبها لعيب قبليه من الفرقه الثانيه. اللي عندي ياخد انذار. واللي لعبها في الفرقه الثانيه مفيش حاجه، يعني نفس الحدث انما الكرات مش واحده. نفس الحدث اتكرر كتير لدرجه ان ادى 7 انذارات وطرد. هو كده حرمني من احسن 6 لعيبه عندي انه يلعبوا الماتش الجاي. يعني هل حصل كلام ما بينك وبين رئيس لجنه التحكيم كابتن عصام فتاح، ولا ما حصلش اي كلام ما بينك؟ لا والله انا لسه ما كلمتش حد، انا ما بحبش اتكلم وانا متضايق. انا يعني منتظر كده لما اهدى. انا طبعا مصار يا كابتن والله العظيم غصب عني، مستفز يعني. انما انا هتكلم مع الكابتن عصام، والكابتن عصام اكيد مش هيرضيني غلط.
لا مني ولا منه. يعني انا طبعا مش في طبعي الكلام ده نهائي، ولا عمري مديت ايدي على حكم زي ما بيقولوا، ولا يعني لا الكلام ده مش ممكن. بعد 50 سنة في الكورة الواحد هيغلط ويمد ايده على حكم. ده كلام محترم جدا، ده كلام محترم جدا. ان شاء الله الازمة تتحل سريعا. بشكرك جدا سيادة اللواء ابراهيم مجاهد رئيس نادي المنصور.